انقلب السحر على الساحر بسبب تشات جي بي تي. إيلون ماسك المنادي بحرية التعبير يشعر بالقلق وقال إنه الذكاء الاصطناعي خطير وممكن يستخدم بتطوير أسلحة نووية. انتظروا انتظروا، النكتة مش هون. يا حذركم، مين مخترع تشات جي بي تي؟ هذا الشخص وهذا الشخص. سربرايز! للتوضيح، تشات جي بي تي هو من تأسيس شركة أوبن إي آي يلي إيلون ماسك كان شريك مؤسس لها. يعني إيلون ماسك خائف من الشيء الذي اخترعه، لكن لو فكرنا بالموضوع شوي يمكن الزلمة معه حق. يعني شوفوا مثلا ماذا قال: الذكاء الاصطناعي يحرز مزيدا من التقدم وأصبح من السهل الوصول إليه. يعني أصبح الذكاء الاصطناعي يحل المعادلات الرياضية، يكتب لك مقالات، يلخص لك كتب، وأنت قاعد مرتاح. يعني ما فائدة الإنسان إذا كان الذكاء الاصطناعي سيفعل له كل شيء؟ وأضاف ماسك أنه يجب العمل على إيجاد بعض التشريعات الرقابية الخاصة بالذكاء الاصطناعي. بيني وبينكم معه حق، ولا شو رأيكم؟ خبروني بالتعليقات ولا تنسوا تتابعوا شيء أنتك.